أما في هذه اللحظات الشوط ينطلق، وأتمنى التوفيق لكل المشاركين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، ما زلنا متواصلين معكم بانطلاقة أشواط هذه الفترة الصباحية وسادس أيام هذا المهرجان. إذا انطلق بحفظ الله ورعاية شوط الجذاع الأبكار بتواصل الأسماء المرافقة المتواجدة التي ترافقنا بهذا الشوط، ولنشاهد القصة التفصيلية مع الخمسة المراكز المتقدمة كي نرى من صاحبة سيارة هذا الشوط، السيارة الثمينة الغالية التي تنتظر صاحبة المركز الأول. أيضا هنالك المادة التكريمية وهي مادة الزعفران التي تكرم بها الثلاثة المراكز المتقدمة. هنالك نرى النقل من عبر قناة الريان الماني هليكوبتر التي تنقل لنا هذه اللقطات الجميلة. هنالك المقدمة والصدارة تتواجد لفتة، أو هنالك المتواجد شانية علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي ضيف الميدان العاني من دولة الإمارات العربية المتحدة ينطلق بهنالك الشانية المتواجدة على الصدارة. ثاني المراكز تتواجد لفتة لراشد بن محمد بن صالح الكبيدة المري أحد فطاحلة المضمرين وشباب من شباب أهالي ميدان الشحانية ينطلق بلفتة مع المركز الثاني. المركز الثالث تتواجد هنالك الشانية جابر بن ربيع بن مخزيم المري يقدم لنا الشانية مع المركز الثالث. رابع المراكز أتابع هنالك التواجد والقدوم من الشانية لراشد بن طالب بن شريم المري مع المركز الرابع. خامسا تتواجد الواصلة لعبيد بن محسن بن راشد المري. هذه الخمسة المراكز المتقدمة المتواجدة المتنافسة بهذا الشوط، ولكن أشاهد المركزين والحوار الثنائي ما بين الشهرية وما بين لفتة، المركزين التي باعدت عن بقية الأجن المتواجدة. هنالك المقدمة وغيرت لفتة على أول المراكز لتلفت الأنظار بانطلاقتها وبشعارها، شعار راشد بن محمد بن صالح الكبيدة المري مع أول المنطلقين. ثاني المراكز تتواجد الشهنية التي تحلق على أرضية هذا الميدان، علي بن سلطان بن رشيد الكتبي يقدم الشهنية مع المركز الثاني ومع هذا المستوى الجميل. ثالثا أتابع هنالك التواجد من الشهنية، مجموعة شواهين تنطلق بهذا الشوط. الشهنية لجابر بن مخيزيم المري شعاره يتواجد على المركز الثالث. رابع المراكز أيضا تتواجد الشهنية راشد بن طالب بن أو راشد بن عبد بن طالب بن شريم المري. وخامس المراكز تتواجد الواصلة من تتواصل بهذا الانطلاق لعبيد بن محسن بن راشد المري. إذا لم يأتي أي جديد ولم يتجدد على الخمسة المراكز أي تغيرات من الأسماء المتواجدة، ولكن أعود وأتحول إلى الصدارة وإلى أول المراكز وإلى تواجد لفتة من تتواصل مع الصدارة ومن تنطلق بقيادة هذا الشوط حاملة راية المنافسة مع المقدمة والصدارة تتربع على عرش هذا الشوط. لفتة المملوكة لراشد بن محمد بن صالح الكبيدة المري، ولكن المركز الثاني أراقب انطلاقة ثاني المراكز من تتواجد الشانية، من تراقب لفتة بالانطلاق الشانية لعلي بن سلطان بن رشيد الاكتبي من يكتب اسمه بحروف من ذهب يتواصل بانطلاقة هذا الشوط. المركز الثالث هنالك التواجد من قبل الشانية جابر بن ربيع بن خزيم المري أيضا يتواصل مع ثالث المراكز. رابع المراكز هنالك القدوم والوصول من قبل الشانية راشد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري. وخامس المراكز اسم جديد لأول نداء، ووصلت هنالك المتواجدة سرابة من بدأت تتسرب على الخمسة المراكز المتقدمة. محمد بن مطر الاكتبي يتواصل بانطلاقة هنالك سرابة وسلالة سراب منطلقة بهذا الشوط وبهذه الانطلاقة، ولكن انتصفت مسافة هذا الشوط، انتصف عمر هذا الانطلاق وهذه الانطلاقة الجميلة، وما تبقى عن ناموس هذا الشوط 3 كيلومترات، مسافة طويلة ولكن ليست بطويلة على هذه الأسماء المتواجدة، الأسماء التي تنطلق وأيضا حاضرة وبقوة بهذا الانطلاق. المركز الأول ما زالت هنالك لفتة مع الصدارة،
ما زالت تنطلق مع القيادة والريادة. لفت المملوكة لراشد بن محمد بن صالح الكبيدة المري، ولكن وصلت شانية مع المركز الثاني، انتقلت بدورة إلى ثاني المراكز. شانية المملوكة لجابر بن ربيع بن مخزيم المري مع المركز الثاني، انتقل شعار إلى الصدارة إلى المقدمة بتحليق مع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني تتواجد لفت راشد بن محمد بن صالح الكبيدة المري، ثالثا الشانية علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي. هذه الثلاثة المراكز المتغدية، مثلث الناموس يحتوي بهذه الأسماء وهذه الشعارات الكبيرة التي تنطلق أمامنا على الكادر الأعلى. ثاني المراكز، إذا المركز الثالث هنالك، والرابع تتواصل على رابع المراكز سرابة محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي، يدفع بسرابة مع المركز الرابع بتواصل الأسماء وتواصل الشعارات. نواصل النداء مع المركز الخامس ونتأخر قليلا حتى نرى هذا السيل الجارف من هذا السن، سن الإجذاع. وتواصل أيضا هنالك المتواجد الشانية لأول نداء، الشانية المملوكة لعبد الله بن الصغير بن عبد الله العامري مع المركز الخامس. بالفعل هذا هو شعار العامري من يتواصل مع خامس المراكز، وراء أيضا أسماء عديدة قادمة واصلة إلى الخمسة المراكز المتقدمة، آتية لا محالة إلى النداء وإلى عالم الإذاعة. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى التي تتواجد على المقدمة والأقرب إلى سيارة هذا الشوط. تتواجد هنالك الشانية وسلالة شاهين منطلقة مع الصدارة ومع المقدمة. المملوكة لجابر بن خزيم المري يقدم لنا الشانية التي تتواصل على الصدارة، ولكن المركز الثاني هنالك لفتة 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 تتواجد بشعار راشد بن محمد بن صالح الكبيدة المري. المركز الثالث تتواجد شانية علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي. المركز الرابع وصلت هذه الخطيرة التي تتواصل بهذا الأداء المميز سرابة لمحمد بن مطر الاكتبي. خامس المراكز شعار العامري برفقة شاني عبد الله بن صغير بن عبد الله بن بدر العامري، وهنالك أيضا وصول وقدوم من قبل الواصل عبيد بن محسن بن راشد المري. ولكن أعود مع الصدارة، التيوتا كلوزر بكب ينتظر هنالك لدى خط النهاية ولدى الفائز الذي سوف يظهر بناموس هذا الشوط. الناموس ينتظر، الناموس ما زال حائر ما بين هذه الأسماء المتواجدة، الأسماء المنطلقة. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، الكيل المثير، ما تبقى عن السيارة. انطلقت سرابة، انطلقت شانية بانطلاق ذاتي على سماعة الجهاز، بانطلاق الجهاز اللاسلكي، ولكن يا سلام وصلت شانية علي بن سلطان بن رشيد الكتبي. انطلقت أيضا شانية جابر بن مخيزيم المري. الله الله الله، هنالك القدوم، جمايل جمايل محمد بن زايد المنصوري مع المركز الثالث. ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى القائدة المسيطرة على ناموس هذا الشوط، الشانية لجابر بن مخيزيم المري. ولكن خطيرة من تتواجد على المركز الثاني، الشانية علي بن سلطان بن رشيد الكتبي. الله، جمايل وصلت تشكل أيضا خطورة مع المركز الثالث محمد بن زايد المنصوري، جمايل والشانية. ولكن بن مخزيم يظفر بناموس هذا الشوط إن لم يكن هنالك رأي آخر لوصول شعار الإعصار الغربي مع المركز الثاني. بن مخزيم مع المركز له الشانية، الشانية 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 تظفر بالسيارة، تذهب بالسلامات. سلام الشانية، سلام سلام وتحية واحترام لجابر بن مخزيم المري، وذهبت سلامات إلى المملكة العربية السعودية لحظة وصول الشانية على المركز الأول. ثاني المراكز كان الوصول من قبل المركز الثاني جمال محمد بن زايد المنصوري، ثالث المراكز الواصل عبيد بن محسن بن راشد المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل الشانية علي بن سلطان بن راشد الكتبي. المركز الخامس خامس المراكز سراب محمد بن مطر الاكتبي. التهاني والتبريكات نزف لمالك الشاني وحصوله الى خط النهايه وانتزاع سياره هذا الشوط.
9 دقائق 30 ثانية 98 جزء من الثانية. نهني جابر بن مخزي المري على حصول شهني على المركز الأول. ثاني مراكز كان وصول من قبل جمال 9 دقائق 31 ثانية 48 جزء من الثانية. الثانية التبريكات نزفها محمد بن زايد المنصوري. ثالث المراكز كان الوصول والقدوم من قبل المركز الثالث مقام أو المركز الثالث كان وصول من قبل الشهنية توقيت زمن 9 دقائق 31 ثانية 64 جزء من الثانية. الثانية التبريكات لمالك الشهنية علي بن سلطان بن رشيد الكتبي. ووصلت على المركز الرابع الواصل عبيد بن محسن بن راشد المري. وخامس المراكز كان الوصول من قبل بن تباح لعبد الله بن ربيع العجمي.